بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بخالص الشكر لمؤسسة جلوبال ترينر أكاديمي على اختياري كمدرب رسمي. أشكر مستر عمران مؤسس جلوبال، وأشكر وأتوجه بالشكر لمشرف فريق الدقهلية الأستاذة هبة السيد، قائد الفريق مستشار نعيم علم الدين، كما أشكر دكتور هاني رمضان مشرف مصر للتوصيل. معكم غادة السعيد السيد حامد، معلم لغة إنجليزية، حاصلة على ليسانس أداب وتربية دفعة 99. حضرت العديد من الدورات الخاصة باللغة الإنجليزية وورش العمل، كما حضرت العديد من المؤتمرات مثل مؤتمر في الجامعة الأمريكية وفي المنصورة والعديد من ورش العمل بالمنصورة. حضرت برنامج وتدربت على برنامج المعلمون أولا، وقمت بتدريب زملائي في المدرسة على هذا البرنامج. حصلت على دورات خاصة بالكمبيوتر مثل ICDL وانتل وغيرهم. قمت بتصميم العديد من الأنشطة التعليمية الفعالة داخل الفصول، وقمت بتطبيقها مع تلاميذي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.